كان رجلا مهذبا جدا جدا. كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا. كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله. كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية. قال ما قلت ولا زلت أنادي، صار ديني في هوى أحبابي. در سده‌های گذشته في القرون الماضية كان أهم مركز علمي في العالم الشيعي هو الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي تأسست قبل 700 سنة. قرب هذه الحوزة من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام وأساتذتها الكبار أوجدت لها موقعا مثاليا لدراسة العلوم الدينية، ولهذا السبب وبسبب الفقر العلمي للحوزات العلمية في إيران لم يجد الطلبة الإيرانيون بدا من شد الرحال إلى تلك المدينة، ولهذا اضطر السيد محمد حسين الطباطبائي في سني شبابه لترك مدينته والتوجه إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته ونيل الدرجات العلمية. في عام 25 و900 و1000 توجهت إلى النجف الأشرف لاستكمال دراستي. حضرت دروس المرحوم آية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني. حضرت بحث الخارج في الأصول 6 سنوات تقريبا، وحضرت بحث الخارج في الفقه 4 سنوات، وكذلك حضرت دروس بحث الخارجي في الفقه على المرحوم آية الله النائيني، وحضرت بحث الخارجي في الأصول لدي، ودرست مدة بحث الخارجي في الفقه على المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الإصفهاني، وقرأت كليات علم الرجال آية الله كوه كمري. بالرغم من أن العلامة نفسه كان يقول إنني عندما ذهبت إلى النجف دعوت الله أن يشرح صدري، وكما قلت لكم أنه قال طلبت من الله أن يأخذ بيدي لنيل الموفقية وأن أستفيد من حوزة النجف العلمية أقصى فائدة. وعندما كنت أفكر فيه في هذا الأمر رأيت شخصا أحسست أنه أحد كبار علماء المسلمين.
السيد القاضي كان يعني الكثير للسيد الطبطبائي. لا يليق بي أن أتحدث عن السيد القاضي. كان السيد القاضي من الشواهين العظيمة التي تصطاد العنقاوات. لاحظت أنه عندما كان يذكر اسم السيد القاضي يتغير لون وجهه. عندما كان يأمر نشعر أنه يعني ما يقول. قال كلمة واحدة فقط: لا تكن معجبا بنفسك، ونظر إلى طلابه وقد طأطأوا رؤوسهم ولم ينبسوا ببنت شفة. هذه الجملة كانت تحدث انقلابا في طلابه، توجد فيهم تحولا روحيا ومعنويا. كان يقول فقط: لا تكن معجبا بنفسك. كلما بلغه السيد القاضي قد بلغه ببركة التوسل بأهل البيت عليهم السلام. كانت هذه طريقة المرحوم السيد القاضي عندما يرى شخصا ويشخص أنه من تلك العنقاوات يتأهب لصيده. يقولون إنه عندما كان يقول كلمة الأستاذ دون تحديد فإنه كان يعني السيد القاضي. السيد الطباطبائي والسيد القاضي كانا قريبين، وكلاهما من عائلة القاضي. كان يحب السيد القاضي، والسيد القاضي أيضا كان يحبه. كانت المحبة متبادلة بينهما. عندما كان يقول الأستاذ كان يعني السيد القاضي. أنا لم أكن أطوي طريقي دون شمسه، فأنا جرم صغير أدور في فلكه، عشبة صغيرة كنت أنا، ساقها سيل فراحت تنطوي معه في أعماق البحار. مراهم بدلي دريابر. لذلك تكونت شخصية السيد الطباطبائي وشخصيته المعنوية الإلهية من تعاليم المرحوم السيد القاضي. من الواضح أن الأستاذ القاضي عرف منذ رؤيته للعلامة أنه سيدرس الفلسفة، وأنه سيكون بحاجة إلى ذهن متقد، وهو يملكه طبعا، ولكن يجب أن يتمتع بقلب عاشق أيضا، أي أن يجمع بين الذهن المتقد وقلب العاشق. الضيف حبيب الله، وفي ذلك اليوم كان قزاره ضيف وكان حبيب الله. عندما انتبه لنفسه كان ضيفه قد ذهب، ولكن زيارته تلك أحدثت انقلابا في روح ونفس محمد حسين الطباطبائي، كعاصفة هوجاء قلبت كيانه. وظل صدى صوته يرن في أذنيه إلى الأبد كأعذب أنشودة قد سمعها: يا سيد محمد حسين، اسعى لتهذيب نفسك، إن كنت تريد الدنيا فعليك بصلاة الليل،
وإن كنت تريد الآخرة فعليك بصلاة الليل. كان لقب السيد الطباطبائي في البداية القاضي الطباطبائي التبريزي، وكان عندما يكتب مقالة يوقعها باسم الطباطبائي التبريزي، فكان أصدقاؤه يمزحون معه ويقولون: عنصرية يا حاج، من أين جئت بكلمة التبريزي في لقبك؟ فحذفها بعد ذلك. نجف، النجف الأشرف، مركز الدراسات العلمية في العالم الشيعي، يقصدها آلاف الطلبة من كافة أنحاء العالم يدرسون في حوزاتها القديمة. ولكن النجف مدينة صغيرة لا تتمتع بوسائل رفاهية كما في المدن الكبيرة. جوها حار جدا وجاف في فصل الصيف، ولم يكن في تلك المدينة حنفيات مياه، فكانوا يجلبون الماء من الفرات بالقرب. أزقتها ترابية وضيقة، والأهم من ذلك سوء الأوضاع الصحية والغذائية فيها، والتي صعبت الحياة على الطلاب فيها. وفي تلك الأيام ضاقت أسباب الحياة على محمد حسين الطباطبائي، وفي هذه الظروف الصعبة فقد أولاده الواحدة والآخر الذين ماتوا وأورثوا الحزن في قلبي أبويهما. لم يكن أمام زوجة العلامة سوى الصبر، والعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي بقي مدينا لتضحياتها طوال عمره، فكان دائما يقول: لولا صبر زوجة الجميل لا أدري هل كنت سأستمر في دراستي في تلك الظروف أم لا. إدامة تحصيل بدهم يا نه. ونقش مهمي كي برايشون وجود داش عيالشون. وكان لزوجته وهي أمي دور مهم في حياته، كانت تبحث عن ذاتها في زوجها وبقيت كذلك طوال حياتها، كانت مؤمنة بزوجها فتحملت جميع المصائب التي ألمت بها. في تلك الظروف توفي لها عدة أطفال قبل بلوغ السنتين، علما بأن المرأة تتألم كثيرا لوفاة أول أطفالها، فكيف وقد لحقه الثاني والثالث والرابع؟ عموما من المحزن للمرأة موت أطفالها، فجو النجف لم يكن يلائمهم. كان سيد قاضي يزورهم دائما، وكانت أمي تقول: لقد سمح لي والدك أنه عندما يأتي القاضي لدارنا أن أخرج وأسلم عليه. كان من عادات أهل أذربيجان أن تكلم المرأة الرجال من غير المحارم، حتى إذا كانت مؤمنة متقية. وكانت والدتي امرأة مؤمنة متقية، وكان والدي قد سمح لها بالسلام والتحدث إلى الآخرين. وفي إحدى زياراته لدارنا قال لها السيد قاضي، كما روت لي أمي بالطبع، أنه قال لها: يا ابنة العم لا تحزني، فطفلك هذا سيعيش واسمه عبد الباقي. روت لي أمي أن أبي لم يكن يعلم بحملها، تقول لأنها كانت تخجل من أبي. ومادرم نقل میکرد که پدرت خبر نداشت که من بچه دار شدم. من میگفتم من از پدرت خجالت کشیدم. في السنوات الثمان الأولى من تواجد السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي في النجف الأشرف، كان يعيش بما يرسل إليه من ريع أملاكه في منطقة شاد أباد بمحافظة تبريز. ولكن بعد ذلك شرع رضا خان
بترسيخ دعائم حكومته في إيران، فقام ببعض الإصلاحات من وجهة نظره طبعا. وفي أول خطوة له أصدر أمرا بمنع إرسال الأموال خارج البلاد، خاصة إلى العتبات المقدسة. وبهذا الشكل ساءت أحوال الطلاب الإيرانيين المادية، ولأن العلامة الشاب كان لا يمد يده على سهم الإمام والوجوه الشرعية الأخرى، فكانت أوضاعه أسوأ من الآخرين، وازدادت ديونه للكسبة والمعارف، واضطر لبيع أثاث ووسائل منزله. في ذلك الوقت الذي تولى فيه رضا شاه الحكم في إيران، منع إرسال الأموال إلى خارج البلاد، ولم يكن يسمح بإرسال الأموال إلى الذين في النجف الأشرف. روى والدي أنه بعث عدة رسائل ولم ترسل له أموال، وكانت نفقاتنا كثيرة، فقد كان يعيل نفسه وزوجته، وأنا كنت عندها طفلا، وأخاه الذي كان تحت وصايته. كانت نفقاتنا اليومية كبيرة، لم يكن لنا وارد، فاضطررنا إلى الاقتراض من الأصدقاء والمعارف أو شراء البضائع دينا، أو الاقتراض لشراء البضائع، وشيئا فشيئا ضاق بنا الحال، ولم نستطع أن نقترض أكثر ولا نشتري دينا، فضاق بنا الحال حتى بدأنا ببيع أثاث بيتنا القطعة تلو الأخرى وننفق ثمنها، وكتبنا المزيد من الرسائل ولم يصلنا جواب. هكذا أخذنا نبيع جميع لوازم البيت، حتى الفرش والملاحف ووسائل الطبخ والكتب، وحتى الكتب الدراسية والملابس الإضافية، فباعوا كل شيء. وفي شباط عام 1935 كانوا قد باعوا كل شيء، وأصبح البيت خاليا من الأثاث إلا من حصير وسط الغرفة، ولم تعد باليد من حيلة. حدثني أبي وقال: في ذات يوم ضاقت بي الدنيا، ولهذا نهضت وذهبت إلى حرم الإمام علي عليه السلام، وبعد السلام وقراءة الزيارة خاطبته: يا جداه، أهكذا ترعى الطلبة؟ قال: قلت هذا، وحالما خرج هذا الكلام من فمي ندمت أشد الندم، فهذا يخالف أصل التوكل، فلماذا قلت هذا؟ لكنني نطقت به للأسف الشديد، وعدت إلى داري حزينا كئيبا مستغفرا. وكان بيته قريبا من الصحن، يقول: فعدت إلى الدار فلم أجد أحدا. وفي هذه الأثناء، ودون أن يطرق باب الدار أو أن أفتحه، فتح الباب، وإذا أنا برجل سوي سلم علي ودخل وقال: أنا شاه حسين ولي. وهنا يتوقف أبي عن الرواية ويقول: في ذلك الوقت كان شاه حسين ولي درويشا من العرفاء الشيعة في تبريز، والذي أتى جاءني في قالبه المثالي، ولكنه قال: أنا شاه حسين ولي. وقال لي: متى هجرك الله في 17 سنة الماضية؟ وقال أبي: على كل حال جاءني مقدار من المال، فوفيت ديوني، وقلت لزوجتي: لم يعد لنا في النجف بقاء، تهيئي للعودة إلى تبريز. لم نكن نملك أثاثا كي نقلق بشأنه، وفي الغد ودعنا الجميع واتجهنا إلى تبريز. عندما دخلنا هذه المدينة أخذنا عربة توصلنا إلى البيت، وأعطيناه آخر ريالين بقي من تلك النقود، ودخلنا البيت ولم يبق معنا شيء من ذلك المال.
في عام 35 و900 وألف، إثر اختلال الوضع المعيشي، اضطررت إلى العودة إلى مسقط رأسي تبريز. وسكن دارا في تبريز، ثم ذهب لرؤية أملاكه ومزارعه التي ورثها عن آبائه، كانت أهملت خلال فترة وجوده في النجف، وانهدمت أكثر الحقول والمزارع والقنوات. في الوقت ذاته تصدى لإدارتها كما يفعل الفلاحون العصريون، في حين أنه لم تكن هذه الطريقة معروفة في تلك الأيام. مثلا جعل لحقوله شارعا، لا زلت أذكره في المطر والصقيع يقف حاملا مظلة بيده، في الحر والبرد يقف ويشرف على العمال وهم مستغرقون في الزراعة. لقد نظم المزارع والحقول بطريقة بحيث أن الواقف في أي مكان من الحقل يمكنها أن يرى الحقل كله. عن تلك الفترة كان يقول: ولو أنه لم يبق لديه من التدريس والتفكير العلمي إلا القليل، ولكنه عمل بالاستعانة بالقرويين على تحويل الحقول المهجورة في شاداباد إلى جنة صغيرة. وبعد سنوات من شظف العيش والتشرد، ذاق هو وزوجته وأطفاله طعم الرفاهية والاستقرار. ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلاً، ففي عام 1945، وعندما وضعت الحرب أوزارها، الحرب العالمية الثانية، كانت أذربيجان حبلى بالحوادث. فبعد سنوات من الاستعمار وعدم الاستقرار، شهدت خروج القوات الروسية الغازية. حتى عام 1941، حين دخلت قوات الحلفاء إيران، كان الوضع الأمني في تبريز وأذربيجان ضعيفا. عندها كان أبي قد اشترى سلاحا ناريا وبندقية، وكان يحتفظ بها في البيت ليحفظ أمننا وسلامتنا. وطبعا لم يحدث شيء يستدعيه لاستخدامها، إلا يوم جاء جنود الروس عائدون من الحرب. كان الوقت صيفا، وكنا في الصيف نقصد القرية. جاءوا وأغاروا وسرقوا. كان بيتنا في القرية قد بني من طابقين، فقال لنا: اذهبوا إلى الطابق السفلي. وصعد هو وتحصن في الطابق العلوي وشرع بإطلاق النار عليهم حتى عاد الروس من حيث جاءوا. في طهران باء رضا خان بغضب أسياده القدماء ونفي من البلاد. وفي خضم المجاعة والرعب أجلس ابنه محمد رضا في مكانه على العرش، وضعفت الحكومة المركزية، وآن الأوان للقوى المحلية بإبراز عضلاتها. وفي أذربيجان استلم الزمام الأمور جماعة الديمقراطيين بقيادة بيشاوري، وبدعم وإسناد من البلشفيين في الاتحاد السوفيتي، وأخذت تنشر الأفكار الاشتراكية وتروج لعقائد جارتها الشمالية.
في عام 1945 كانت أذربيجان ساخطة على الحكومة المركزية، وانتهزت فرصة كونها من جماعة الديمقراطيين، فثارت بمساعدة الاتحاد السوفيتي وانفصلت أذربيجان عن طهران. قتل العديد من أصحاب الأملاك وسرقت أموالهم وانتشر الرعب، وكانوا يطلبون من الفلاحين أخذ أموال أصحاب الأملاك ونهب أملاكهم. استمر الحال بهذا الشكل. بعدها وجد الفلاحون الضعفاء أيديهم خالية، فسألوهم: ونحن ماذا نفعل؟ فقالوا لهم: أنتم اذهبوا واسرقوا من الفلاحين الذين سرقوا أموال الأغنياء. لازلت أذكر في بعض الأحيان كانت جماعات من الديمقراطيين يأتون البيوت، يأتون فجرا ويطلبون الأموال وما شابه ذلك. عندها في شباط عام 1945 بلغ انعدام الأمن أوجه في تبريز، فقرر الهجرة إلى قم. قضيت 10 سنوات من الاستقرار، حقا يجب أن أسميها زمن الخسران المرير، فقد تخلفت عن ركب الدرس والتدريس والتفكير العلمي إلا قليلا لانشغالي بالعلاقات العامة التي لا بد من أدائها، ولذا كنت أعيش مرارة الألم في أعماق نفسي. لم أرى لحد الآن مفكرا أوسع فكرا من المرحوم الطباطبائي. الامتياز بين مردم برای خودش قائل نبود. كان لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين، ولا أتذكر في يوم ما، لا أتذكر أبدا أنني رأيته يلبس لباسا جديدا. عندما كان يصلي ينقلب حاله. نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين، وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم. قرب فرمود إن شاء الله.